إليكم أطيب وجزيل التشكرات إلى هذه الجامعة وإلى طاقمها الإداري من رئيس الجامعة إلى عميد الكلية وإلى رؤساء كل من اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية. وامتداداً لما تفضل إليه زملائي الأساتذة فيما يخص هذا الموضوع أو موضوع الوساطة أو الطرق البديلة، سوف تكون ورقتي البحثية هاته أو مداخلتي هاته معنونة بتنظيم الوساطة الجزائية، تنظيم الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري، وهي عبارة عن تسليط بقعة ضوء أكثر دقة لما تفضل إليه زملائي الأساتذة. ولكي لا أعيد ما تفضل إليه أو تفضل به كل من زميلي بالنسبة للتقديم والتوطئة، لا أدخل مباشرة إلى الإشكالية التي أردت الإجابة عليها من خلال تركيب العنوان ووصولي إلى النتائج والتوصيات في نهاية هذه المداخلة. بطبيعة الحال لما نتكلم عن الوساطة الجزائية نقول أنها إجراء مستحدث وجديد، وقد تبين ذلك من خلال التوطئة قبل قليل والتمهيد لزملائي. لتكون الإشكالية منصبة على شقين اثنين: الشق الأول يتكلم على مدى توافق النصوص القانونية المنظمة لإجراءات هذه الوساطة الجزائية، والشق الثاني على الهدف المرجو من هذه الوساطة. وقد تكون هناك نقاط تقاطع بيني وبين زملائي الأساتذة في بعض مواطن الالتقاء. لتكون إجابة على هذا التساؤل المطروح طريقين أو بابين اثنين: من خلال الوقوف على الوساطة الجزائية كمصطلح مركب من الوساطة والجزاء، والطريق الثاني حول الإجراءات التي يتبعها من ومن يقوم بها، سوف نراه في الطريق الثاني. أما بالنسبة للطريق الأول والمتعلق بالوساطة الجزائية، كان لابد منا الوقوف على ثلاثة نقاط، من بينها تعريف الوساطة الجزائية، الإحاطة بكل معالمها من خلال الأساس التشريعي والطبيعة القانونية. بالنسبة للتعريف لا أعيد ما تفضل به زملائي الأساتذة، فقط كإضافة بالنسبة لهذه الوساطة أقول أن هناك تركيبة جديدة بالنسبة للوساطة وإضافة جديدة ضمن ماذا؟ ضمن التشريع القانوني الأخير تحت رقم 15-02 المتعلق بالوساطة الجزائية في حقيقة الأمر، والمنصب على كم عددي من المواد القانونية والنصوص القانونية والتي هي محصورة من خلال نص المادة 37 مكرر إلى غاية 37 مكرر 9. إذن أقول أن الوساطة أو الوساطة الجزائرية أو الوساطة الجزائية عفوا تضمنت 10 نصوص قانونية في هذا التشريع الجزائري. هذا فقط كتقزيم فقط أو كاختزال لهذا التعريف، لأنتقل مباشرة إلى الطبيعة القانونية للوساطة كإجراء جزائي. لماذا تعمدت واستدرجت هذين العنوانين، الطبيعة القانونية والأساس التشريعي؟ لأنه في نهاية المطاف
الوساطة ليست وليدة اليوم، ليست وليدة اليوم، وإنما كانت بالأمس أيضا، وقد سبقني زملائي في هذا الطرح. إذن أقول كمختصر مفيد، مختزل مفيد، أن الوساطة هي عبارة عن إجراء جزائي، أو هي في نهاية المطاف آلية قانونية بديلة لماذا؟ لتسوية النزاعات ومحاولة الحصول إلى الوصول إلى حلول ملائمة للأطراف المتنازعة بأسرع الطرق التي تضمن في نهاية المطاف مصالحهم. وبطبيعة الحال يمكن أيضا دمج مصطلح آخر إلى قولنا أنها عبارة عن إجراء، لا، يجب أن نضيف مصطلح الرضائية. لماذا نقول الرضائية؟ وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري سواء في الإجراءات الإدارية والمدنية أو في الجزائية في هذه النصوص القانونية المذكورة سالما. أقول الآن بالنسبة للنقطة الثانية والأساس التشريعي لهذه الوساطة، عند حديثنا عن الأساس التشريعي للوساطة كإجراء جزائي لابد من الإشارة إلى أساس الوساطة بصفة عامة والمتمثل في القانون رقم 08-09 المؤرخي في 23 فبراير 2008 المتضمن لإجراءات المدنية والإدارية، حيث استحدث هذا القانون أو الطرق البديلة لحل النزاعات. لأختصر وتقدم إلى الأمام، حيث نقول أنه يتضح من خلال الوساطة في هذه القضايا أنها هي أسبق، وكتأكيد لكلامي قبل قليل، أنها أسبق للوساطة الجزائية، حيث تعتبر نص المادة 994 من الإجراءات أساسا للتشريع للوساطة في المجال الجزائي. إذن هناك قاعدة، هناك أرضية، هناك نقطة انطلاق لهذا أو لهذه الوساطة الجزائية. فالإجراء أو الوساطة في مجال الإداري والمدني هناك قاعدة بناءة أوصلتنا إلى ماذا؟ الوساطة الجزائية، وأوصلتنا إلى بناء مشروع جديد ألا وهو الإجراءات الجزائية المتضمن الوساطة الجزائية في بابها وفي فصلها. هذا فقط بالنسبة للتشريع أو الأساس التشريعي. لأكرر وأقول أيضا أن هناك أسباب أدت إلى اللجوء للوساطة الجزائية في هذا المجال، حيث أختصرها أيضا أو أجملها في مجموعة نقاط، أن هذا الحل يعتبر أسرع وقت ممكن وبأقل خسائر. نقطة ثانية ومهمة وأساسية وبناءة للمجتمع، لأنه في نهاية المطاف هذه القوانين قوانين وضعية ويمكن لنا تعديلها تحيينها متى يرى ذلك، حيث نقول أنها في هذه النقطة فهي تدعيم للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والحفاظ عليها في المستقبل. وسوف أختتم في نهاية المطاف أو في نهاية كلمة هذه بقول أنتم جيدا عالمون به، التخفيف أيضا من المتابعات الجزائية في الحالات التي يمكن تجاوزها والتي لا تمس بالنظام العام. إذن فالوساطة هذه كنتيجة نهائية لهذا العنصر، فالوساطة لم تقتصر على القضايا المدنية والإدارية بل تجاوزت وامتدت إلى المجال الجزائي في الحالات التي حددها المشرع الجزائري بطبيعة الحال، لأن هناك حالات سوف نراها بعد قليل حددها المشرع الجزائري يمكن اللجوء للوساطة في هذه النقاط ولا يمكن اللجوء إليها في نقاط أخرى. إذن أقول وقول الله الحق دائما، وذلك لأسباب السابق بيانها رغم التعارض الحقيقي بين مصطلح الجريمة من جهة وتدارك أضرارها وجبرها عن طريق الوساطة من ناحية أخرى. هذه فقط كانت نتيجة لهذه النقطة. لأنتقل إلى الطريق الثاني
والذي يهمنا وهو بالأساس كتحليل كتشريح وكتنقيح لهاته النصوص القانونية العشرة الخاصة بهاته الوساطة الجزائية. فقط بالنسبة لهاته عفوا سيدي الرئيس وكلام الرئيس تطبيق. بالنسبة لهذه النقطة فقط بالنسبة للإجراءات حقيقة تعرضت إليها من خلال عرض هذا الإجراء أو إجراء الوساطة، وإن كان هناك تساؤل في نهاية المطاف فنحن هنا له مجيبون. بالنسبة أيضا لها علاقة أيضا بتعيين الوسيط ومهامه ومهام هذا الوسيط بينه وبين الإجراءات الإدارية والمدنية، فإذا هناك علاقة أقول تزامنية، علاقة ترادفية، علاقة متوازية في بعض النقاط أيضا. ولكي لا أطيل على مسامعكم سوف أختتم بكلمة سبقت وأن افتتحت بها هذه المداخلة، نستطيع أن نقول في بعض الأحيان أن هذه الطرق البديلة أو التسوية في نهاية المطاف عن طريق الطرق الودية أحسن من اللجوء إلى القضاء، فصلح جائر خير من حكم عادل. لماذا؟ للمحافظة على العلاقات الاجتماعية. وأستسمح سيدي الرئيس إن أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.